النمر الأسود الحقيقي يعني أحمد زكي يمثل دورك في الحياة. أنا المصري الوحيد اللي في ألمانيا لعبت ملاكمة في نادي رسمي وفي الدوري الألماني. وطبعا القصة أعتقد معروفة يعني اتقالت كم مرة كتير وكده. فعلا هي الرياضة الباب المظبوط اللي اتفتح لي واداني كل الفرص ان انا قدرت استغلها اقتصاديا وسياسيا في مساعدة بلدي وطبعا مساعدة نفسي. ولكن البداية كانت ازاي؟ يعني لما ركبت الطيارة من مصر وطلعت على ألمانيا كان ايه ملابسات الموضوع؟ البداية انا كنت هنا في مصر في نادي جزيرة وكنت بمارس الملاكمة في نادي جزيرة مش بعيد عن هنا، وجات لي فكرة مع صديق ليا نسافر أوروبا، ورحنا طبعا الأول على إيطاليا، قعدنا 15 يوم في إيطاليا، وبعدين سافرنا على النمسا. في النمسا قالوا لي أصدقائي إن ممكن تاخد حظ حلو جدا ويساعدوك جدا هنا، بيساعدوا الرياضيين لو لعبت ملاكمه في نادي. انا طبعا انت عارف حضرتك زمان لما احنا هنا في مصر ونشوف الملاكمين والدوري الاوروبي وكده في التلفزيون حاجه جامده، قلت له خليني الاول اشوف وبعدين اقول لك نكلم المسؤولين ولا لا. رحت وشفت وقلت لا طب نكلمه. رحت كلمتهم وطبعا قال لي خلاص بكره تيجي تتمرن معانا تجرب. قلت له خلاص بس انا معيش لبس. قال لي جايب لك لبس. بس ووضبوا لي فعلا كل حاجه ورحت فبتحرك انا كده طبعا، فعمل لي كده المدرب فشجعني، ومن وقتها مشيت بقى موضوع الملاكمه دوت، وخدت طبعا فرصتي وقدرت ان انا احصل بطولات كويسه. وبعدين جالي نادي اسمه باير ليفركوزن بتاع المانيا. قالوا لي تعالى معانا واحنا ندي لك فلوس كويسه وانت عارف الواحد شاب، وانا اصلا بحب المانيا من البدايه. فجت الظروف واتصلت بيهم تليفونيا كم مره ورحت المانيا، وفعلا التحقت بالنادي في باير ليفركوزن وبدا المشوار الملاكمه عن طريق الرياضه. طبعا حضرتك عندك فرص كبيره تتعرفي بسياسيين دائما، رجال اعمال كبار. انا من عيله تجاريه هنا في مصر، ووالدي كان عمده بلدنا في الشرقيه، انا شرقاوي من بلبيس. وطبعا قدرت استغل انا الفرص المتاحه ديت واعمل العلاقات الاقتصاديه بين مصر والدول العربيه والمانيا. وبناء عليه بقى السياسيه ايضا، لان السياسه هي مفتاح الاقتصاد.